السلام عليكم أصدقاء، مرحبا بكم. إحسان بلعنلوش ومن لا يعرفها هي شخصية 2023، شخصية اللي مشهورة مؤخرا ودرت واحد الفيديو لأنها كتعاون الناس وأنها حفرت لهم بير في واحد المنطقة قروية. ولكن من جهة شي جاء من أن واحد أخونا علق عليها في الكومنتيرات، قال لها زعما أن البلاد ديالنا ولا الدوار ديالنا خاصوا الناس يعاونوا باش يحفروا ليه الماء والماء ما عندهمش. وهاد البادرة طيبة من واحد الدريه اللي كاينه في السوشيال ميديا وكدير فيديوهات، فكتعجبني انا بحال هاد البوادر اللي كيديروها الناس باش كانهم كيعاونوا القرى. وكاين بزاف ديال الناس غير غابرين مساكن ومع ذلك ما كيبانوش وما كيصوروش فيديوهات، ولكن ملي صورت الفيديو ديال هاد الاشخاص اللي عاوناتهم فلقى واحد الاعجاب كبير والمغاربه تفاعلوا معاه بلي لايك. السلام عليكم، بغيت ندير هذا الفيديو باش نشكركم واحد واحد. الله يجازيكم بخير، شكرا على كل الدعوات ديالكم، الطيبه ديالكم، الحب ديالكم، والله العظيم الا تخيلوش قداش راكم فرحيني. وفين ما كنشوف هكا شي رساله ولا شي تعليق، والله الا كندعي معاكم بظهر غيب واخا ما كنعرفكمش، ولكن والله الا كنحس بان سبحان الله واخا هاد وسائل التواصل الاجتماعي يعني كتشوفوني غير انا ما كنشوفكمش، ولكن القلوب يمكن كتشاف فالارواح ارواح، فالله يتقبل منكم حتى نتوما الاجر، لان حتى نتوما باذن الله عندكم اجر في هذا الخير كامل. دعواتكم الصادقه ربي كل شيء كيشوفوا، وندعيو حتى مع سقيا الله يجزيهم بخير، عندهم اجر كبير حتى هما، خويا خليل، خويا علي، زينب حتى هي مشات معايا. فسمحوا لي كنعتذر ما كنتش كنجاوبكم في الرسائل، بغيت نجاوبكم في هذا الفيديو. تلاو فراسكم وتصبحوا على خير.